انا اجمل حاجه شفتها دلوقتي. لا كويس حبيبي يا ست الريس، وحشني والنبي. وانا طب انا هقول عليك على حاجه ورحمه ابويا، لما جيت يوم المطره شفتك وحياه النبي قلت النهارده انا مش هنام واجي، وان شاء الله هتيجي. ربنا فتح لي الباب، ربنا فتح لي الباب، اللهم صل على النبي. انت اجمل حاجه شفتها، الحمد لله رب العالمين يا سياده الرئيس. ايوه يا فندم، بس خدوا العربيه مني. لا حاضر، الله يكرمك يا باشا، الله يكرمك. روح يا باشا منها، شكرنا يا فندم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء متجدد مع الام المصريه. الام المصريه النهارده بنبعت باقه ورد، باقه ورد لكل ام مصريه، لكل ست مصريه، لكل والده شهيد. باقه ورد انا بعتها من هنا ومعايا يمكن الملايين للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الانسان. شفنا الرئيس في اكتر من حاجه، شفنا الرئيس بيهتم بالمراه، المراه النهارده بتاخد وضعها، يعني يمكن من عشرات السنين يمكن ما كانتش كده. المرأة المصرية النهاردة احنا بنشوفها في مراكز محترمة جدا، شفناها في اختيارات التنسيقية، شفناها في مجلس النواب، شفناها في حاجات كتير. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة بيقول لك شكرا يا سيادة الرئيس، شكرا لكل أم مصرية، شكرا لكل والدة شهيد، لكل زوجة شهيد. النهاردة كلنا بنقول مع مصر، وتحيا مصر، ومصر لينا ومصر بينا، ودايما وأبدا تحيا مصر. النهارده يمكن الحلقه جايه في توقيت، يمكن توقيت فيه كتير من المناسبات، عيد الام، عيد تحرير طابا كان اول امبارح، بنهني الشعب المصري وبنهني الجيش وبنهني القياده السياسيه. جاي لنا اعياد الجيزه بعد كام يوم، محافظتنا اللي احنا بنفتخر بيها، اللي فيها اقدم عاصمه في التاريخ منف. النهارده بيسعدنا ان احنا نلتقي باثنين من اقدم عاصمه في التاريخ، البدرشين، الجيزه، قريه العزيه، بلد عزيز مصر، منطقة زليخة. النهاردة بيسعدنا ان احنا نلتقي ونكرم الشيخ ربيع امين عبد الحميد، سكرتير جمعية الشرعية بالعزية. اهلا وسهلا بك يا شيخ ربيع. الله يخليك. الاستاذ احمد امين عبد العليم، احد مؤسسي الرعاية الاسلامية بالبدرشين. اهلا وسهلا بك احمد بك. اهلا بك، الله يعزك. النهاردة عاوزين نقول حاجة، نقول إن منظمات المجتمع المدني واللي احنا بنشوفه والغرب اللي بيفتري علينا في تقارير بتسيء لينا، لا، واجب علينا إن احنا كلنا نقف على البلد، نساند البلد، ندعم البلد. شفنا الأيام اللي فاتت الخونة والمرتزقة والعملاء الهاربين، الناس اللي شفناهم على قنوات تركيا وشفناهم بيهاجموا بلدنا وبيزوروا في التاريخ وبيضللوا الناس بالأكاذيب والأحاديث الموتورة زيهم. انتوا فين دلوقتي؟ كلهم مستخبين دلوقتي تحت الكراسي. خلاص العلاقات بدأت يبقى فيه اتصالات ويبقى فيه إعادة للعلاقات بيننا وبين الدول العربية الشقيقة. طب انت فين؟ انت خنت بلدك ولوثت بلدك وزورت وكذبت وضللت الناس، عاوز ترجع، هترجع ازاي؟ هيتقبلوك ازاي؟ عموما احنا معانا اتنين النهاردة، درس لكل واحد خاين وكل واحد عميل باع بلده بثمن بخس. النهارده الشيخ ربيع حكايه مصريه، حدوته لوحده. الشيخ ربيع اللي احنا جايبينه النهارده نكرمه، راجل مش مليونير ولا ملياردير ولا عنده عربيات ولا بينتج افلام ولا صفحات على الفيس، لا، الراجل بيعمل حاجه جليله. الراجل بيقوم بتجهيز كل الموتى بتوع كورونا. تخيل انك انت الناس اللي بتخاف في المستشفيات، يغسل ويجهز واحد ابويا واخويا واختي وقرايبنا ومعارفنا واصدقائنا بيخافوا يدخلوا يغسلوا الحالات الشهداء. الشيخ ربيع بيدخل يغسل وبدون مقابل،
الشيخ ربيع ما بياخدش فلوس. واحد بيقول لك انا عاوز اجي اجهز المتوفي ده عاوز 1,000 و2,000 و3,000. الشيخ ربيع شغال على عربيه تكريم موتى تبع الجمعيه، بيسافر بقى كل المحافظات وبدون مقابل، العربيه شغاله ببلاش، الراجل بيشتغل ببلاش. عاوزين نسمع من الشيخ ربيع هو بيعمل ايه. احكي لنا كده يا شيخ كده، انت دورك ايه اللي بتقدمه للاهالي في البدرشين والقرى المجاوره ليه؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، قبل ما يفكر تغسيل الموتى واحنا الحمد لله قبل ما جه المرض الحمد لله جبنا الاسطوانات والاكسجين ونعالج المرضى الاول، وجبنا العلاج ووقفنا معهم اللي كان بيطلب الساعه 2 بالليل الساعه 1 بالليل. عمر التليفون بفضل الله عز وجل ما اتقفل في وش حد، كان بيتصل في اي وقت كان عاوز اسطوانات اكسجين، عاوز العربيه ينقل حد المستشفى، برضو العربيه كانت بتنقل برضو المرضى. بتاخد فلوس في مقابل الاسطوانات دي يا شيخ؟ الحمد لله لا، انا بملاها لهم واجدها لهم جاهزه مليانه، يعني انا بشتريها وفي نفس الوقت بنديها لهم جاهزه مليانه، ما نقولوش خد املاها انت ونفرش عليه ان هو يملاها وهو مرجعها، هو كمان يرجعها فاضيه واحنا نروح نملاها برضو ونجهزها لحد غيره. الحمد لله أهل الخير وأهل الفضل يعني بيقوموا بالحاجات دي بفضل الله عز وجل، يعني ناس من أهل الخير بفضل الله تبارك. مجرد ما نقول لهم إحنا عاوزين اسطوانات بكلهم بيتساهموا، مش هنذكر أسماء عشان العدد كتير. وفي نفس الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى يعني اللي بتقدمه تاني للأهالي غير الموضوع العربية وموضوع لا، الحمد لله بفضل الله عز وجل عندنا الجمعية بتكفل حوالي 500 أسرة أيتام وفقراء بقبض شهري، مرتب شهري، تعاون الطعام، اللحمة، الدجاج، كل الحاجات بفضل الله، الرز، المكرونة، كل الحاجات بنقدمها لهم شهريا بفضل الله سبحانه وتعالى. زائد ان البنات اللي بتتزوج سواء يتيمة او فقيرة الحمد لله بنقوم بمساعدتها ونجتهد ان احنا نساعدها على قد ما نقدر بالاستطاعة، برضو من بمساعدة اهل الخير واهل الفضل برضو ربنا يبارك فيهم جزاهم الله خير. اخ واحد بس من البلد جزاه الله خير، يعني هو اللي جاب العربيه بربع مليون جنيه وقدمها هديه وقال العربيه يعني بيسافر بيها المحافظات يا شيخ؟ بيسافر بيها جميع المحافظات الحمد لله، راحت اسوان بفضل الله سبحانه وتعالى، ما خدناش منه مليون واحد بس، كل حكايه ان هو جزاه الله خير كان بيحط لها بنزين وماشي بس. لكن احنا كناس بتوع الجمعيه ما تحصلوش على مليون واحد منه بفضل الله. راحت بني سويف، يعني جاني تليفون الساعة 12 بالليل، راجل ساكن مش من البلد ولكن قاعد في بني سويف، بيته بني سويف، اتصلوا عليا ان في حالة وفاة في المستشفى ومحتاجين عربية توديه وحد يغسل لان كورونا ومحدش راضي يخش. الحمد لله قمت الساعة 12 بالليل خدت العربية وخدت الكفن ورحت غسلت وكفنت ووديته لحد بني سويف لحد تاني يوم الصبح، صلينا معاهم الفجر وقعدنا معاهم لحد الساعة 7 لما دفنا وجينا بفضل الله سبحانه وتعالى. ما فيش اي مقابل خالص مادي، لكن المقابل ان شاء الله ننتظره من الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل علينا بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني العربيه بتطلع ما فيش اي مقابل مادي للاتفاق، بس برجل احيانا صاحب الوفاء بيقدم لها يحط لها بنزين يحط لها. وانت بتكلمني كده انا افتكرت حد من الناس الافاضل قوي اللي كانوا موجودين في الجمعيه، الشيخ رياض ابو سلام الله يرحمه ويسامحه، واحد من مؤسسي الجمعيه. والنهارده لما جمعيه ربيع الامل الدكتور ربيع ابو درقه عرف ان الشيخ ربيع معانا ضيف النهارده، صمم ان هو هيعمل له تكريم خاص في الجمعيه وبعت له المصحف كتاب الله للشيخ ربيع. يمكن نقول ان شاء الله ربنا يفيدنا وياك من دي هديه مقدمه من جمعيه ربيع الامل الدكتور ربيع ابو درقه. النهارده كمان بنستغل وجود الحاج ربيع معانا، وبنقول ان عربيه تكريم الموتى اللي خاصه بالجمعيه الشرعيه بالعزيزيه وحضانات اطفال موجوده رهن الاشاره، يعني اي حاله من خلال برنامج قلوب مصريه بنقول العربيات تكريم الموتى لاي مكان داخل جمهوريه مصر العربيه مجانا من الجمعيه. شكرا شيخ ربيع وربنا يجعله في ميزان حسناته. النهارده بقى نرجع للحاج احمد امين عبد العليم. الحاج احمد امين عبد العليم احد مؤسسي الرعايه الاسلاميه في البدرشين. الرعايه الاسلاميه يمكن نقول الرعايه الاسلاميه لها مركز مالي ضخم
لها مشاريع، لها شغل كتير في ارض على ارض الواقع، عملت كذا حاجه، لها دور ايجابي المنظمات والجمعيات اللي هي مع الدوله، الجماعه اللي هم بيشتغلوا بره البلد دول احنا ملناش علاقه بيهم. الناس اللي بتشتغل مع الدوله وبتدعم القياده السياسيه وبتدعم بلدها وبتدافع عن بلدها وبتساعد، احنا معاها قلبا وقلبا. الناس اللي بتشتغل من بره بره دي احنا ما نعرفهاش. النهارده جمعيه الرعايه الاسلاميه ليها اكتر من حاجه قدمتها، خدمات اديتها للناس في كره ومركز بطشين اللي عدد سكانها يقترب من 1,000,000 نسمه، وليها مشكله كبيره. النهارده هنتكلم عن دور جمعيه الرعايه وايه مشكله الرعايه وايه دور الاجهزه التنفيذيه. النهارده المحافظه بتتابع الحلقه، الاجهزه بتتابع الحلقه النهارده، كلهم عندهم علم بالحلقه النهارده وكلهم طلبوا المستندات قبل ما نطلع الهواء بدقائق. نسمع من الحاج احمد امين عبد العليم ايه الخدمات اللي بتقدمها الجمعيه وايه المشاكل اللي بتواجه الجمعيه. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل التحيه لحضرتك وللشعب المصري بكل مناسبه طيبه بتمر بها البلد، ونتمنى دايما للمصريين العزه ورفعه وتقدم باذن الله. باختصار شديد جدا بقى، جمعيه الرعايه الاسلاميه انشئت عشان يبقى الكلام موثق يعني في سنه 72. نشاطها تعمل في مجالات مختلفة، كان على رأسها إنشاء 4 معاهد أزهرية ابتدائية وثانوي بنين وثانوي بنات ومعهد قراءات، إنشاء معهد التفوق الأزهري اللي طلع الأول على محافظة الجيزة والخامس بالنسبة للجمهورية، إنشاء معهد معلمي القرآن الكريم، إنشاء مستشفى الرعاية الإسلامية عام 83 وتخدم مركز البدرشين والقرى المحيطة طبعا. في مجال الأسرة إنشاء 11 حضانة تغطي مدينة البدرشين بالكامل، مركز إعداد الأسر المنتجة، نادي للمسنين، مساعدة حوالي 1,200 أسرة داخل المدينة والقرى التابعة لها، مساعدات مالية، مساعدات عينية، مساعدات صحية، صرف أدوية وإجراء عمليات في المستشفى التابعة ليها، مساعدة الطلبة من حيث صرف الزي المدرسي ودفع المصروفات، مساعدة الزواج وتشمل الأجهزة والمفروشات والملابس طبعا. في مجال خدمة المجتمع تم إنشاء عدد 2 مشاية بالبدرشين على ترعة الجزاوية، واحدة منهم قدام المستشفى والتانية مستشفى البدرشين المركزي والتانية في وسط سوق المدينة. بيتم نقل أطفال المعاهد والحضانات بسيارات الجمعية وعددها 6 سيارات بمصروفات رمزية طبعا. في مجال الدعوة إنشاء وتجهيز عدد 11 مسجد، 11 مسجد اتبنوا في أنحاء متفرقة من مدينة البدرشين. دروس أسبوعية يقوم بها الأستاذ الدكتور محمد ربيع عميد كلية أصول الدين السابق وعضو هيئة كبار العلماء، بيتم عن طريق الجمعية عمل اشتراك في الحج والعمرة. يعمل بالجمعية حوالي 300 فرد بأجور وصلت 250 ألف جنيه وتأمينات اجتماعية 38 ألف جنيه. سيارة تكريم الإنسان برضو تقدم الخدمات لجميع قاطني المدينة مجانا. ده بالنسبة للمشاكل، ده بالنسبة لنشاطها. نقول المشاكل، الجمعية صدر ليها قرار تخصيص بتاعها في سنة 1995 يا ريت لو عندنا مستندات نبقى نعرضها. بس اهي المستندات اهي، ده القرار التخصيص بتاع الجمعية. في نفس الوقت صدر في سنة 79، احنا معانا المستندات كمان على الشاشة اهي يا ابن عزيز. في سنة 79 صدر قرار للجمعية تعتبر الجمعيات الآتي أسماؤها الآتي بيانها ذات نفع عام طبقا لأحكام المادة 63 من القانون 22 لسنة 64، أولها
جمعية الرعاية الإسلامية. يعني نقول الجمعية ذات نفع. جمعية ذات نفع. طب إيه المشكلة يا حاج؟ ما أنا هقول لحضرتك، الجمعية صدر لها قرار أو موافقة من مشيخة الأزهر بأنها تعمل معهد التفوق الأزهري. معهد التفوق الأزهري موجود فيه 46 فصل، ماشي يا فندم؟ نظرا لتقدم المعهد، بنتابع المستندات على الشاشة معانا والمشاهدين بيشوفوها معانا، نظرا لمستوى المعهد المتقدم، فأقول لحضرتك ماشي، عشان مش عايز اختصر بس، كي جي 1 وكي جي 2، اولى سنه واولى ابتدائي وثانيه ابتدائي وثالثه لحد سنه 6، دول عددهم زي ما بقول لحضرتك حوالي 46 فصل. في اقبال على التقديم، على التقدم، او يعني الناس عايزين يدخلوا اولادهم يلتحقوا بالمعاهد دي. ففي في ارض تابعه عليها سور، وهنيجي موضوع السور ده تاني، بتقف فيه العربيات دي اللي احنا قلنا العربيات اللي بتنقل الاطفال. فحصل ان مجلس اداره خد قرار ان هو يبني. احنا يمكن المداخلات بدات معانا سريعا من لا ما ينفعش، من قلناش حاجة، من البدرشين ما قلناش حاجه، احنا بنستكمل معاك الحوار. معانا مداخله من الاستاذ النائب بكر ابو غريب. اهلا وسهلا بك يا سياده النائب. اهلا وسهلا محمود. احنا النهارده بنتكلم عن جمعيه الرعايه الاسلاميه في البدرشين، وبنتكلم عن المشاكل اللي بتواجه الجمعيه، واحدى المشاكل انشاء معهد ديني، ويمكن كان في كام مستند كده حضرتك موقع عليهم موجود من ضمن المستندات اللي معانا، يا ريت نعرف القصه من حضرتك. معلش اسلم على ضيوفك بس، معلش انا مش معايا الحاج احمد امين عبد العليم، عالم من اعلام البدرشين. طبعا احمد بيه، ازيك يا احمد بيه؟ انا حبيبي، ازي سعادتك، الله يبارك فيك يا استاذ. وحضرتك تاني، وانت بكامل الصحه والعافيه يا حبيبي، ربنا يحفظك. ومعانا الشيخ ربيع امين من العزازيه، جمعيه الرعايه الاسلاميه، جمعيه الشرعيه. الراجل الطيب المحترم، ربنا يبارك فيك. الله يخليك، كرمك الله يا استاذ. ايه القصه يا سياده النائب؟ قصه المعهد الديني تقصد حضرتك بتاع الجمعيه الاسلاميه ولا ايه؟ جمعيه الرعايه الاسلاميه. بس انا كل اللي دخلني في الموضوع بدايه جم اهل المدرسين، اهل المنطقه اللي ورا المجمع الاسلامي، الشارع بتاعهم ضيق، كانت المنطقه دي صغيره زمان، فبقت خلاص بقت بلد تانية، الناحيه التانيه ورا كده امتداد ورا المجمع الاسلامي. ففوجئت بيقولوا ان عربيه الاسعاف او المطافي ما بتقدرش تخش من المكان ده. طب عاوزين ايه؟ قالوا عاوزين 2 متر ناخدهم من المجمع الاسلامي من الارض الفاضيه اللي قدام المعهد. يعني في يا جدعان ارض فاضيه؟ قالوا في ارض فاضيه. فبالفعل بعت جبت الجماعه بتوع الجمعيه الشرعيه، قالوا احنا ما نحكمش، الموضوع ده تابع للازهر والموضوع خارج الايده. قلت لهم طب انا هقدم في التضامن وهقدم للازهر. وبالفعل قدمنا، وقدمنا لمجلس المدينه، وقدمنا لوزاره التضامن، و ألزموا الجمعية الشرعية إن هي تسيب 2 متر للأهالي عشان الشارع يبقى تقريبا 10 متر. وبالفعل القرار جاء، ولسه بقى طبعا يعني نقول إن الجمعية الشرعية، جمعية الرعاية الإسلامية، التزمت إن هي تسيب مترين عشان توسع الشارع. فندم هي ما التزمتش، ولا ألزمها وزارة التضامن ومحافظة الجيش. لكن في الآخر، في الآخر القرار اتاخد وهيبقى فيه مترين، خلاص الشارع هيتسع مترين. في البدايه قالوا احنا لا نملك الموضوع ده، يخص الازهر واحنا لا نملك. فعلا هم طالما اوهبوا الموضوع لمعهد ديني يبقى هم ما يملكوش فعلا ان هم يسيبوا متر ولا 2. ايوه الموضوع خلص من محافظه الجيزه ومن خلال الازهر ومن خلال وزاره التضامن على المترين، وما زال العمل متوقف حتى الان. احنا بنضم صوتنا لصوت سعادتك وبنقول ان دي منفعه عامه، واحنا بنخاطب السيد المحافظ والجهات التنفيذيه في الدوله ان احنا يبقى في استثناء كجمعيه بتقدم خدمات عامه للناس ومنفعه عامه، ان هي يبتدوا يشرعوا في بناء المعهد. وانا حضرتك خلال 15 يوم هيصدر اشتراطات البناء ان
شاء الله في خلال 15 يوم هيكون في اشتراطات بناء جديده نازله للمدن، وطبعا فتح الكره على قانون 119 المدن بيجهز لها اشتراطات بناء حديثه دلوقتي في خلال 15 يوم هيعمل بيها يعني. ألف هم معاهم قرار في البناء على فكره. الله يخليك يا سياده النائب، والف الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا يا فندم. محمود بيه وسلامي لكل اللي عندك ولمحمد. جزاك الله خير. شكرا سياده النائب، الف شكر. نكمل مع الاختصار بقى جديد لان الحلقه كده خلصت. صدر قرار المباني، احنا جمعيه مستثناه طبقا للاتي، طبقا للاتي ماشي. انا عندي قرار 563 من محافظه الجيزه بيقول استثناء المشروعات الحكوميه والمدارس من قرار المحافظ 520 بوقف المباني. بنستثنى المدارس، الفصول دي تعتبر مدرسه، وادي قرار المحافظ مش قراري انا ماشي حضرتك. قلنا ان الارض اللي كانت جراش اتفقوا ان هم يعملوها من تحت، يبنوا المبنى، يبقى جراش من تحت وفصول لكي جي 1 وكي جي 2 وابتدائي مشترك واعدادي فتيات، يعني زياده العدد لان كان اصبح في اقبال على الـ على الـ على المعهد، فبنزود الناس بيزودوا الفصول. حصل كلام كتير قوي بقى وده الاهم، يعني ادي لجنه الوحده المحل بتاع ده الوحده المحليه عملت معاينه للموقع، قالت فيه ان في سور، قالت فيه ان في سور ماشي يا فندم. انما بيقولوا ان الوحده ان الجمعيه حدودها مش كده، انها الجمعيه حدودها اقل من المساحه اللي هم عايزين، اللي هي الناس اللي كتبت الشكوى ومجلس المدينه عايز يرجع من الوجه القبلي من الناحيه القبليه عايز يرجع 2 متر، وبيقول ان ده مش في التخصيص، لا التخصيص اهو، وبيقول مساحته ان على حدودها الحاليه الجمعيه بنيه على حدودها الحاليه على حرف او على حدود المصرف اللي موجود، ومش احنا مش الجمعيه بس اللي حدودها موجوده، اللي موجود كمان بطول 500 متر كل المباني على الحدود بتاعه المصرف بالظبط زيها زي الجمعيه. عايزين الجمعيه ترجع بال2 متر دول ليه على المساحه دي؟ الله اعلم هيتعمل فيها ايه، ما اعرفش. المهم دي مدرسه، عايزين يبقى ما فيش مجال لاصوات تطلع عشان تعكر صف التلاميذ ماشي. ادي حاجه تاني حضرتك، بيعترفوا ان كان في سور، بيعترفوا ان كان في سور. في حاجه ثالثه اخيره برضو عشان الحلقه ماشي. هنا في حاجه يا فندم اسمها بيان صلاحيه الموقع، بيان صلاحيه الموقع طالع اهو بيقول نفس الكلام اللي انا قلته قبل كده، طالع من مجلس المدينه بيقول ايه، الحدود الردود البحري متر وعشرين، القبلي ما فيش ولا سنتي، ازاي انت بتطالبني ارجع لك من حدود المصرف عشان اسيب لك مكان تعمل فيه ايه؟ انا مش عارف، وانا باني على الحدود كل 500 متر بانيين. هنا الكلام بتاعه هو يا فندم الصلاحيه اللي طالعه من مجلس المدينه، القبليه ما فيش ردود، البحري فيه ردود، الشرقي اللي هو بيقولوا عايزين يوسعوه. طب انا عاوز اضيف حاجه بعد اذن معاليك. اتفضل. يعني احنا بنقول ان احنا بنتكلم في مشكله عامه، احنا مش مع حد ومش ضد حد، بنقول ان حق الرد متاح، لو اي حد عنده مستندات او عاوز يطلع معانا يرد احنا اهلا وسهلا بيه. اخلص واقول لحضرتك بس الاول ماشي. هنا بيقولوا رجوع من الحد الشرقي، هو المذيع المخرج بيستعجلني بيقول لي ما طبعا ما لحقناش نقول حاجه ماشي. 3 متر عايزين نقول 3 متر، خدت بال حضرتك؟ في مكافاه بقى تاني حصلت. طيب احنا الوقت عدى سريعا. لا لا طب ما احنا ما قلناش حاجه. أنا في نهاية الحلقة بتوجه بالشكر لفريق الإعداد ولإدارة القناة ولضيوفي الكرام، خالص تحياتي محمود عمر.